تعالي يلا يا رشا يا ليان، يلا طري الحمامة واطلعي اللي فيه بصير. رأي السؤال ضعي صح أو خطأ. خرجت الحمامة الصغيرة من العش لتلعب. خطأ. تمام خطا ليه؟ لماذا خرجت من العرش؟ تشاهد المناظر الجميله. رماس يلا اسرع. حصلتي على هديه مجانيه. تعال يا ديما يلا. عند المساء عادت الحمامة إلى العش. صح صح سنتي. مين ما شاركت معي؟ تعال يلا أسرع أسرع. حولي حولي حطت الحمامة على نافذة المنزل. خطأ. أين حطت؟ على ضفة نهر. على ضفة نهر. على ضفة نهر. تعالي يلا بسرعة. تبكي لأنها لم تجد ابنتها. لم تجد ابنتها. صح ممتاز.